ايوه اخيرا وصلت للقلعة الثلجية اللي احبها، هاي القلعة مالتي اللي انولدت فيها، وان شاء الله اليوم راح اجمع لي كومة كومة ثلج. والله الحمد لله والشكر على كل حال. طبعا ذيك المدينة مالتي اللي اعيش بيها، من هاي الصفحة يوجد بيتي، وهسه وصلت للقلعة. والله صار لي تقريبا اكثر من ساعتين بالطريق. اوكي هسه خلي ادخل. اوه ماي جاد، والله من زمان عنا هاي القلعة، كلش كلش احبها. اليوم ان شاء الله هذا الثلج اعتقد جدد، وهسه راح اجمع كومة كومة ثلج. عندنا صندوق هنا، صندوق غريب عجيب هذا يا شباب. اوكي خلينا نفتح هذا الصندوق. اكو بيكاكس بيها تطوير سلكتاتش، ويعني اقدر اخذ كل هذا الثلج وياي لبيتي. اوكي سريع، خليني اكسر كل هذا الثلج، لازم اخذه كله، ما احط ولا شيء. هاي المدينه كامله لازم اكسرها. طبعا هاي المدينه كل شهر هذا الثلج يتجدد، والله ما ادري منو يجي يجدد. اعتقد اكو سكلتن مثلي يجون يشددون هاي المدينه او مدينه الثلجيه. المهم هسه خلي بعد اكسر كل هذني الثلجيات، حتى بعدين اسوي محل في المدينه وابيع الثلج. اوكي سريع سريع سريع، خلي اكسر كلهن، ما حط ولا شيء. على الاقل جمع لي 3 ستاكات. اوكي طبعا هسه عندي تقريبا ستاك، واخر شوي من ستاك، يعني ستاكين. اي علقت. اوكي ستاكين، يلا 3 ستاكات واطلع على طول. اوكي واروح افتح لي محل واروح ابيعهن في المحل مال الثلج. اوكي سريع سريع سريع، انحشرت. اوكي سريع سريع. اوكي خلينا نكسر هاي، لا هاي ما تجي. اوكي اي انحشرت. اعتقد خلصنا. اي 3 ستاكات، كلش حلو. بعد ما اريد اشياء ثانيه. اوكي هسه حصلنا 3 ستاكات. اوكي بعد وحده. اوكي خلاص هاي خلينا نشمرها. المهم هسه خلينا نرجع يا شباب، خلينا نرجع ونرجع للبيت. اروح اسوي لي محل وراه افتح لي محل مال ثلج وابيع فيه الثلج بهواي هواي فلوس. اوكي هسه خليه يطلع. لا مطرت الدنيا هسه، شلون ورطه هاي؟ اوكي مو مشكله، جت لي فكره، خليني ارجع من هنا، اروح انام ورا ما تخلص المطر. اوكي سريع سريع، لازم اسوي لي بيت. اوكي على السريع، حتى تعرفون يا شباب، يعني المطر اذا يجي المطر على الثلج، الثلج خلاص يعني يصير سائل وما يمشي الحال. اوكي سريع، خلي اعدل هذا كله واقعد انام هنا، يلا يجي الصبح. اوكي يا شباب، اوكي خلي ابقى هنا انام لين ما يجي الصبح. لا شنو؟ بارده، انا سكيتون اللافا، اكره الماي بسرعه. او او اكره سكيتون، اكره الماي. وصلت لبيتي من اللافا. اي هسه خلص البيت، خلصت من المطر. او هسه خلصت من المطر. انا طبعا سكيتون اللافا، سكيتون الناري، اكره الماي بشكل مو طبيعي. العدو مالي الوحيد هو الماء. بس هاي شنو؟ اوه منو هذا الحلو؟ تعدق، واو ريحته حلوه والله، يخبل ما شاء الله. هذا منو؟ هذا اوجا ما شاء الله، يخبل وجه عوج، يخبل. اوكي مو مشكله. اوكي هسه انا خليني اشغل التلفزيون. شنو هاي التلفزيون ما يشتغل؟ التلفزيون ما يشتغل، انا تابع توم وجيري ما يشتغل. اوكي مو مشكله، هسه خليني اشوف شنو عندي هنا غلط. ما عندي غلط دقيقه، اغراضي وين؟ عندي كانت ولاعة، لازم احرق البيت كله حتى ارجع، يصير الجو حار كلش. اوكي ما عندي دقيقة، وين ولاعة؟ هاي سلة الزبالة كنت اشمر بها الزبايل. اوكي مو مشكلة، معلومة خطيرة هاي. اوكي هاي الغسالة، يا غسالة خلاط. اوكي والله تعبت. اوكي خلي ارتاح، بس يصير الليل يصير الجو مظلم اروح احرق هاي المدينة كلها حتى احصل اغراض. بس قبل لا احرقها اعتقد خلص المطر. اي خلص المطر، خلص المطر. دقيقة. اوكي خلي اتاكد، اكو ماي بهاي المنطقة، انا جاي اشم ريحة الماي، ولو الماي ما له ريحة بس ماكم علاقة، والله جاي اشم ريحة ماي هنا بهاي المنطقة، جاي اشم ريحة ماي. اوه ريحة ثلج مو ماي، اكو بيض ثلجي بهاي المنطقة. لا يا شباب وبنات، واني جاي اقول اكو المنطقة صارت باردة وصارت الدنيا تمطر. اوه يعني اكو واحد هنا بيته ثلجي. اوكي بس يصير الليل اروح اتجسس عليه واشوف شنو هاي القصة، وطرده من هاي المنطقة، لان هاي المنطقة منطقة ممنوع واحد يدخل بها، فقط اللي بيوتهم من النار. اوكي خليه يفتح الباب، وشكرا اوكا انت هنا الصورة، احبك اوكا. اوكي خليني اروح ارتاح شوية، وبس يصير الليل اروح اتق من هذا البيت. اوكي
دقيقة دقيقة دقيقة، اعتقد راحت المطر. ايه راح المطر، حلو حلو. ال 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 راح المطر، راح راح المطر، راح 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 راح. اوكي هسه خلي ارجع لبيتي، وان شاء الله ورا شهر ارجع لهاي المنطقة الثلجية او المدينة الثلجية حتى بعد اجمع ثلج. اوكي اوكي سريع، اعتقد بيتي من هذا الاتجاه. اي من هذا الاتجاه. اهلا وسهلا كتكوتة. هلا كتكوتة شلونك؟ هلو وسهلا. اهلا وسهلا. وين اهلا اهلا اهلا. اني سكيلتون الثلجي، تعرفني او لا؟ اني احسن واحد هنا. نعم وأني ما أعرفك، بس سمعت إنه أنت طيب وتحب الناس كلهم، صحيح؟ إيه أحب الناس وراح أثبت لك إني أحبك. موت يا ورعة. والله الدجاجة مسكينة. أوه جابت لي بيضات. أوكي أوكي يا شباب وبنات، هسا راح أشمر هذني البيضتين. إذا طلع كتكوت ضغطون لايك وتشتركون بالقناة، إذا ما طلعت كتكوت ما ضغطون لايك. أوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3 يلا روح. ألا جا كتكوت كتكوت. أوكي وهي المناسبة موت كتكوت موت حتى أحسن. أوكي مو مشكلة، واي خلينا نشبرها بعيد. أوكي أعتقد وصلت لبيتي. إي أهلا يا بقرة، أهلا يا بقرة. موتي تعالي بقرة، تعالي 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 تعالي. موتي وينك؟ موتي يا بقرة. نم 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 نم. أوكي هسا خلي أروح أكل شوي، وراء أروح أسوي لي محل هنا أو متجر أروح أبيع فيه هذا الثلج اللي عندي، وإن شاء الله اليوم أصير غني. أي هذا اللابس لازم أشيله. أوكي هسا خلي أدخل أول مرة. أوكي خلي أسد الباب أول مرة. هسا خلي أرتاح. أكل أكل أكل. أوكي أعتقد ما عندي أكل، والله صدق ما عندي أكل. اوكي مو مشكله، خليها اروح ارتاح احسن لي. اوكي خلي ارتاح هنا انا بالفراش، اقعد هنا انا شوي ارتاح شوي، ورا اروح اسوي لي محل. انا ابو صابر، انا ابو صابر تعبت تعبت، صار لي سنه كامله قاعد بهاي الحديقه، اريد اكل اريد اكل، ما حد يعطيني اكل. خلي اروح اجدي، اروح اشوف الناس بالكتسات. اوه هاي شنو هذا؟ بيت مصنوع من الثلج وبيت مصنوع من اللافا، ما ادري ماجمك بلوك، والله اني ما اعرف. اروح اطلب من عندهم مساعده؟ لا بس اعتقد هم ما يحبون الحمير، بس انا مو حمار غبي، انا حمار ذكي، انا اسمي ابو صابر. اوكي خلي اروح اطلب من عندهم المساعده. يا رب يا رب يطلع لي حمار يساعد، اقصد يا رب يطلع لي واحد يساعدني، يا رب يا رب. اوكي خلي اروح ادق عليه الباب، ان شاء الله ان شاء الله يساعدني. اوكي خلي اروح. ها 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 ها، منو منو منو؟ هاي شنو هاي؟ منو هذا؟ عجيب. اريد اكل. شنو ايش قلت لي؟ ايش قلت لي؟ ما سمعتك اخوي، ما سمعت ايش قلت لي. اوكي خلاص فهمت فهمت، خلاص خلاص لازم انطي هذا اعتقد بويجن حتى يقدر يحكي. اخوي عندك 3 دقائق لازم لازم تحكي فيهن وبعدين ترجع لصوتك الطبيعي. يلا خذ يلا يلا اشرب 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 يلا اشرب اشرب. السلام عليكم، تقدر تحكي هسه؟ شنو؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، يلا سريع قل لي ايش تريد. انا شنو؟ عندك 3 دقائق، عندك 3 دقائق. ها شنو؟ اني اعرف اعرف، اول مرة احكي ويا انسان، يعني انت حيوان مثل حمار؟ احترم نفسك، والله هسه افقع وجهك، هسه تجيب سكينة واذبحك، والله اذبحك. يعني خلاص خلاص ارجوك ساعدني، والله محتاج اكل، ساعدني والله العظيم. شو تريد شو تريد؟ ما ماكل تبن. شو تريد يا اخي؟ ما ماكو تبن، ماكو تبن، ما تعرفاني اني سكلتون الثلجي، ما ساعد احد اني، ايش بيك؟ اني ثلج، اذا تريد ثلج انطيك ثلج. 19 حبة ثلج بخمس حبات دايموند، اوكي؟ 5 حبات دايموند، يلا عطني. 5 حبات دايموند دقيقة. أيوة. راح اعطيك دايموند، تريد دايموند دايموند. انت شايف ذي الحصان لو بعدك؟ ذي الحصان اي شايفه؟ لا ما شايفه. زين ذي الحمار شايفه؟ جاي شوف ذي اللي مو اي كلش حلو ذي مالتك، ايش عجب. يلا مع السلامة. تعال يا كلب. لا شلون ورطة هاي؟ شلون وضعية هاي؟ يعني هذا الحمار ما ادري شنو فوق منطقته بايجن، يلا يلا يقدر يحكي، وراي يسوي فيني زي كذا وينصب علي وياخذني 29 حبة ثلج مدري شنو. والله لازم اروح لصديقي اسكلتن الناري حتى يساعدني، ونروح ننتقم ويا ابو صابر. اوكي هسه مطرت الدنيا، خليه ينتظر انتظر لين الصبح يجي لي، يعني تعرفون يعني تعرفون سكلتن الناري ما يقدر يطلع في الماء. اوكي هسه خليه ينتظر لين الصبح يجي والمطر تختفي، وراها اروح لسكلتن الناري، خليه اسوي وياه عقد، ونروح ننتقم من ذاك ابو صابر الورع. اوكي خلي انام هسه، يلا يجي الصبح. اي صباح الخير، واخيرا يجي الصبح. والله يس يلا اجى الصبح، والله تعبت تعبت. اوه هسه ذكرت، خلي اروح لهذا ابو الماي الثلج، ما يشيش من الثلج، خليه يقل يطلع. هي شنو شنو؟ هي اهلا وسهلا اخوي،
هلا شلونك 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 شدري؟ اهلا وسهلا. يعني ما ليه تحترق؟ يعني ثلج. ما تدري شنو سويت؟ ثلج ثلج ثلج. تعال ثلج ثلج كلش حلو ترى الثلج والله يفيدك يفيدك. تعال ثلج والله يفيدك الثلج. تعال خذ ثلج ثلج ثلج. طيب راح اصادلك بالثلج. ثلج ثلج ثلج. ايش بيك يا اخي ايش بيك؟ خليت كلام وياك. ها شنو شو تريد شو تريد شو تريد شو تريد؟ اني سكلتون اكلت الثلج. اني سكلتون النار اكلت الثلج. فلازم تطلع من هاي المنطقه تشيل بيتك وتطلع هاي المنطقه ممنوع تدخلها. يحرق 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 يحرق. لا لا شنو هاي؟ انت روح من بيتي. انت روح من بيتي. لا اسمع جت لي فكره. نسوي تحدي هسه. نسوي تحدي. اذا تهزمني بالتحدي انت تطلع. أنا أطلع، وإذا أنا هزمتك أنت تطلع. تمام خلاص وافقت على التحدي. بس شنو هذا التحدي بالضبط؟ التحدي أسرع واحد يشيل بيته منه ويفوز. إيش قلت؟ يشيل بيته؟ إيه. نم 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 نم. أريد أخدعك. زين أخوي جت لي فكرة. إيش رأيك نسوي تحدي اللافا ضد الماي؟ إيش رأيك؟ والله فكرة خرافية. سكيلتون الناري ضد سكيلتون الثلجي. موافق. إيه موافق. طيب. اول شغله لازم تتبعني. اوكي قبل كل شيء خلي اسد الباب حتى ما حد يدخل. اوكي تعال في الغابه ورا هاي الغابه. جالك اكو ايش كل شيء حلو. راح اسوي تحدي. اي تحدي هناك. تحدي هناك ورا هاي الغابه. فكره خرافيه جهنميه. اوكي لا الغابه جاي تحترق كله بسبب اللافا. شلون مرت هاي؟ روح طفي النار. روح طفي النار. بنفسك راح طفي النار. لافا اسطوريه ما عليك بيها. انا كلافا احب اللافا. اي والله مريح الماي. اي بس شنو الفكره مالتك؟ شنو الفكره مالتك؟ الفكره مالتي اني اقمص باللافا وانت تقمص بالماي ونشوف منو اول واحد يموت. اول واحد يموت هو الخسران. ايش رايك بهذه الفكره؟ اني موافق على التحدي. بس قبل لا نسوي التحدي اكو شغله لازم نسويها. اوكي يلا اني جاهز. اني جاهز حتى اسوي هاي الشغله واقبل بهذا التحدي. يلا شنو هاي الشغله؟ اوكي اريد كل المشاهدين هسه يضغطون لايك ويشتركون بالقناه ويفعلون جرس اشعارات ويكتبون بالتعليقات جيش النار اقوى من جيش لا 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 شباب بنات لا تكتبون جيش النار اقوى من جيش الماء. جيش المائي اقوى او جيش الثلجي اقوى من جيش الناري. نشوف يلا نشوف بالتعليقات تكتبون جيش الماء او جيش النار. نشوف اوكي يلا جاهز. أوكي شباب بنات جت لي فكره خرافيه. دقيقه هسه اجيك اخوي. اوكي دقيقه هسه اجيك. اسوي بعروره. اي اسوي بعروره. شباب بنات اجت الفكرة. خلي اكل هاي الجولدن ابل حتى ما اتأذى باللافا. اوكي فكرة خرافية. اوكي يلا هسه جاهز اخوي. يلا نقول 1 2 3 ونقمز. اوكي يلا اوكي 1 2 3 وي وي لا والله الماي احسن من اللافا تصدق؟ لا اللافا احسن من الماي والله. لا الماي احسن من اللافا. اللافا تعبانه. لا اللافا احسن زي تعال. عندي تحدي احسن من التحدي مالك واقوى منه بمليون مره. طيب شنو هذا التحدي؟ تعال وراي بالبيت مالي وراح تشوف شنو التحدي. تعال بسرعه اركب يلا اسجعك راح تشوف. تعال امشي وراح تشوف انه الجيش مال اللافا اقوى من جيش الماي بمليون مره وراح تشوف. اوكي يلا شباب بنات لازم افوز عليه. لازم افوز عليه هذا الورع. مستحيل يفوز علي. اوكي يلا سريع شنو هذا التحدي مالتك؟ يلا قل لي سريع. شوف حر. اسمعني حر. ادخل بالبيت مالي. ادخل بالبيت مالي وشوف شنو جوا. شنو جوا؟ شكو ما. اوكي اني حاليا راح اصنع البوابه السحريه مال المكلاط. ايه حتى الدفة ترى برد. ايه ترى حر هنا. أنا حر. اسمعني اني حاليا راح اسوي شغله خرافيه اريدك تدخل بيها. اوكي وراح اخذك لعالم الجحيم. عالم طول عمرك ما تشوف مثل. تعال امشي امشي وياي. امشي ايش جاي تسوي يا اخوي؟ ايش جاي تسوي؟ اليوم راح تشوف شنو اللي راح اسويه. بس اخوي ايش جاي تسوي يا اخوي؟ مو بس هاي اصبر لي. شنو؟ اعرف الدنيا حارة. عندي شغلة خرافية راح اسويها. اخوي ايش جاي تسوي؟ ترى بديت اخاف انا. الشغلة هي ادخل بالعالم مال الجحيم وشوف الشيء الجديد اللي ما شايفه ابد. يلا ادخل. اخوي بس ممكن تدخل انت قبلي؟ اكيد. هاي شنو؟ شاكو اخوي شاكو. بس اجيك اخوي. تعال شوف شنو؟ شاكو
شكو هاي ما جاي دخلني ليش؟ ليش ما جاي دخلني ليش شكو؟ ولك شنو؟